ما كان عندك خبر بخصوص عقد شركة السكاكر؟ شكله راح علينا. بعرف، زبطوا الموضوع بسرعة ولهيك ما انتبهت. ايه بس كمان أنا عم جاهز هلأ لعقد مهم. حاسس إنك ما عم تفهمي علي. الوقت تأخر، يلي بيتفق مع فتون تاش بياخد باقي العقود، ونحنا يلي اتفقنا مع فتون تاش. أمير، مين نحنا؟ مين بتقصد بنحنا أنا وإنت ليكون؟ كلمة قلتها ما قصدت شي، بعتذر. دارين زبطت فتون تاش، بس كله حكي لسه ما وقعوا العقد، يعني بلحظة بيتغير كل شي. مين بيعرف؟ بجوز ما تعجب البنود اللي بالعقد والبنت توقع معي مو معهم. ألين، الموضوع مو بهالسهولة هي، لازم ندخل وسيط من معارفها. ما تنسي إنها مشهورة عالمياً، أنت بتعرفي مين فتون. أمير، أنت بدك تجنني أكيد. إذا أنا قدمت لها العرض المناسب تشتغل معي أنا. ألين اسمعي، لا تنسي إنه وكالتنا لساتها جديدة، ما رح تشتغل معنا. بدها توقع معنا، فهم؟ ألين، شبك أمير شبك؟ الوكالة إلنا اتنيناتنا، مو إلي لحالي. ألين، في شغلة مهمة، إذا أبي وأخي بيعرفوا بالشي اللي عم بعمله بخسر شغلي وبخسر عائلتي كمان، عم تفهمي؟ ولهيك لازم تهدي شوي، المشاكل مو لمصلحتنا، اتفقنا؟ لا، هالشي مستحيل أمير، بدي أخذ هذا الشغل منهم. أنت رح تكون برا الموضوع فلا تاكل هم، بالإذن منك مشغولة شوي. إيه إذنك معك، لمعلوماتك طموحك الزايد هاد رح يوقعك بالمشاكل وبكرة بتشوفي. مرحبا ألين. أهلين فتون، طالعة بتجنني اليوم. كل يوم مو بس اليوم. أنتي كمان منيحة. شو بتحبي تشربي؟ ولا شي، أنا بفترة الديتوكس. لما قلتي القصة مهمة اجيت فوراً مع أني مشغولة. مثلي معناته، فتحت وكالة. ايه بعرف هالشي، أنا سمعت إنه عزيز بيك قال لهيك بسبب شغلات مو منيحة عملتيها. هن نفتروا علي وظلموني كتير، بس صار عندي وكالة خاصة وما استسلمت لهم بنوب. أنا طلبت منك تجي لهون لهذا السبب. جبتيني لتقولي لي ما استسلمتي؟ أنا بقلك لشو جبتيني، بدك اشتغل معك كرمال الماضي اللي بيناتنا. إيه بس الشغل مع وكالات لساتهم جداد بالسوق ما بيناسبني أبداً، يعني موديل مشهورة عالمياً مثل فتون تاش مو معقول تشتغل مع وكالتكن. لا تواخذيني، بس في قدامي عروض من شركات كتير ضخمة ما فيني أرفضها. بس مو مشكلة، من زمان ما شفتك وانبسطت بشوفتك. ليكي بكرة في عندي مؤتمر مشان تصوير فيلم بأمريكا، فيكي تجي؟ كنت حأطلب منك تشتغلي معي كرمال ماضينا مع بعض. تتذكري قديش قضينا أيام حلوة سوا؟ كنا ناكل ونشرب مع بعض كمان. شوفي شو ضل معي من هديك الأيام. ما بدك تشوفي الذكرى اللي محتفظة فيها رفيقتك ألين؟ ليش محتفظة فيها؟ لك هيك صورة ممكن إنه تدمر لي مستقبلي، بتعرفي هالشي ولا لا؟ بتطلع فيها وبضحك وقت تكون مزعوجة. أنت أكيد ما بدك الصورة توقع بإيد الصحافة، ما هيك؟ شو عم تحكي أنت ألين؟ هالصورة من سنين طويلة، يعني قديمة كتير. بعرف، أنا اللي بعرف، وبعرف إنه أدنيكي عملتي لهم تجميل ونحتي وشك ومزغرة أنفك. إذا صاحب أي شركة شاف هالصورة شو رح يقول يا ترى؟ رح يقبل تكوني وجه إعلاني لماركته؟ لك معقولة تعطي هالصورة للصحافة؟ أنتي بتعرفي بأمور الشغل ما في مسح بنوب. تصوري شو رح يصير إذا عطيتها للصحافة، شو رح يقولوا معجبينك؟ طلع كل هالجمال كذب؟ مانك مضطرة، احكي مع مديرة أعمالك لنرجع ننبسط مثل هديك الأيام. اللي عم تعمليه وسخ وبيخوف ألين. والله يا حبيبتي، أنتي بتعرفي شو اللي بيخوف بالسوق أكتر مني. طموح الوكالات الصغيرة ما بيصير تدمري وتحققي طموحك. بس اتصلي بمديرة أعمالك يلا، والعقد ليك وجبته معي، منوقع دغري. خلي الصورة معك إذا بتحبي، معي منا 100 نسخة للتوزيع جاهزين. عن إذنك، بدي قوم مشان أحكي معها. راجعة. طبعاً، خدي راحتك.
أمير، أنا قلت لك فيك توثق بحبيبتك، ما هيك؟ فتون رح توقع معي، تمام؟ اتفقنا مع فتون تاش مشان نصور إعلان لشركة ديجا. ديجا رح تعمل إعلان للسكاكر الجديدة اللي أنتجتها، ولهيك نحن لازم نبلش نحضر لجلسة التصوير. ليش فتون تاش؟ جيجي. لأنه يا جيجي، فتون تاش بتكون هي الوش الإعلاني لشركة ديجا، والمفروض تكون بالحملة. وهلأ أعطوني الميزانية تبع التصوير، مين بتقترحوا يصور هالمرة؟ مديرة أعمالها لازم رد عليها لحتى نتفق. أهلا وسهلا أحمد توغاي، شو رأيكم؟ هو اللي صور فتون قبل بمرة. مزبوط، أحمد منيح. أوكي، حاكو فورا. جان. نعم. فتون ما رح توقع معنا العقد، قررت توقع مع وكالة ألين. كيف يعني؟ مو الصبح اتفقتي معه؟ ايه بلا، طبعا اتفقنا، بس ما بعرف شو اللي صار لحتى فتون غيرت رأيها. طيب اتصلي بمديرة أعمالها واعطيني اياها. تمام، يلا. قفلت الموبايل. اكيد فتون معها، اتصلي على موبايلها. هالين كيف قدرت تعرف بشغلنا هاد؟ قفلت موبايلها كمان، بتعرف انه بدنا نتصل. شو اللي صار هلا؟ ماني عم افهم. القصة مو بهالسهولة، فتون وين بتكون؟ جان البنت وقعت مع ألين ومشي الحال، والمسا رح ترجع على روما كمان. قليلي، فتون وين بتكون؟ طيب كاتبة عندي، ثواني لحتى شف لك. جان بيك، إذا في عندك أزمة ممثلين أنا فيني أخدمك بهالموضوع هاد. لوريس، حالياً ماني رايق لك. يلا دارين قوليلي وينها. زعلتي مو؟ لا بالعكس، إصراري بيزيد وقت بنرفض، لأنه الموهبة هيك بدها. أمير، بدك شي؟ أنا رايح على أقوى. على أقوى بدك تروح؟ ليش؟ رح شوف فتون تاش هونيك، ألين رجعت أخذت الشغل منها، ما بعرف كيف بس رايح أفهم. إيه لازم. جان بيك، بدي أحكي معك بموضوع. إيه بس بسرعة لأنه لازم أطلع فورا. لابتوب لأنسة ليلى تفتش بالكامل، لقينا إيميل مبعوث لألين منه، طبعاً اللي بعته حاول إنه يخفي أثره، بس نحن استرجعناه ببرنامج متطور كتير. معناته صار لازم نفهم من ليلى شو القصة. أنا بشوفها. لا، إذا بحكي معها أنا بيكون أحسن، ترك لي الموضوع. إيه طيب، بس أنا متأكد إنه ليلى ما بتقبل تكون جاسوسة أبداً. مين ما كان اللي عاملها لازم تعرف إنه محترف كتير، مثبت برنامج بيحذف الأثر بطريقة محترفة، وعلى حد علمي ليلى ما عندها خبرة بهالقصص. مو مشكلة، منحاكيها ومنفهم. فيك تروح على شغلك. شكراً لك. ماشي. الملفات اللي طلبتهم، تفضل. كتير منيح، يسلموا. ماشي، أنا رح روح. ليش ما بتاخد ريهام معك؟ بركي احتجت لشي مساعدة مثلاً. ايه ممكن. شو؟ ليش بده يحتاج مساعدة مني؟ هو مدير وبيعرف يتصرف لحاله. ايه طبعاً، بلكي احتاج شي مساعدة مني، روح بساعده. طبعاً، لوين رح نروح؟ عاقوة. لا تطولي، يلا. ليكي ريهام، اوعك تخليه يجتمع بفتون، ماشي؟ اخي ممنوع ياخد هذا الشغل، فهمتي ريهام؟ هاي فتون مين؟ ما فهمته، كيف بدي امنعه؟ فتون بالاوتيل هلا، حاولي ما يوصل لعندها. كيف بدي اعمل هالشيء؟ انا ما عم افهم عليك. لك رح اجن من هالشغلات اللي بتكلفني فيها. هاي الاهم، اذا بياخد هذا الشغل مننتهي، عم تفهمي؟ تصرفي، يلا 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 يلا. جان بيك، فكرتك صرت تحت. نسيت جاكيتي، بدي اجيبه. بلا، ما تعذب حالك، انت نزل وانا رح اجيبه معي. اوكي طيب، بس ما تتاخري، ماشي؟ اي ما بتاخر. ريهام يلا، هذا الحل ما في غيره. تصرفوا كأنه جلسة التصوير رح تصير، جهزوا الديكور والألبسة وباقي الأمور. جان، فتون ما ردت على تليفوناتك، متأكد إنه رح تقبل؟ لشو اللي تتعذب؟ طيب خذ البنود الجديدة، إذا بدك بيجي معك. ما في لزوم، ريهام جاية معي.